حياكم الله أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج الفرات. داركم والفرات هي دائما داركم وعنوانكم. اليوم عندنا كثير من المواضيع المهمة والفقرات المتنوعة، ومحور حلقتنا لهذا اليوم عن هرمون الميلاتونين وعلاقته بالنوم. لكن قبل أن نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم، سلم على زميلتنا آمنة. حياك الله علي. مساء الخير والعافية، وحيا الله كل متابعينا ومشاهدي الفرات وبرنامج الفرات. داركم وين ما تكونون. فقرتنا اليوم متنوعة، موضوع جدا مهم. هذا الموضوع ما يخص فقط الأطفال، إحنا دائما نعاني من عدهم، لأن إحنا عندنا بداية سنة دراسية وما ينامون إلا بالثنتين بالوحدة علي. لكن هذا الموضوع إحنا يعني خلينا نقول الكبار نعاني من عنده، مدى عشرون الأسباب اللي تؤدي إلى أنه اليوم شخص ما يقدر ينام، عنده أرق، عنده قلق، عنده كثير من الأمور اللي إحنا ما نعرفها، واللي سببها الرئيسي هو الهرمون الأساسي. آمنة، مشكلة حقيقية تواجه كل المجتمع العراقي حاليا، مشكلة عالمية أكيد. بأنه الوقت اختلف، وأيضا حتى الوقت اختلف عالميا، فبالتالي صراحة يعني حتى إحنا اليوم مثلا تقعد الصبح تجي أرق بالليل، فما نعرف نحافظ أو كيفية الحفاظ على هذا الهرمون. لكن مهم جدا في هذه الحلقة راح نتعرف شلون نتحافظ على الهرمون ونفعله داخل الجسم. أكيد، إذا كل هذا وأكثر راح يكون بحلقتنا لهذا اليوم، بإضافة إلى وجود ترند مهم جدا، وأكيد ما تخلو حلقة من حلقات برنامج فرات داركم بوجود موهبة من مواهبنا الشابة. خليكم ويانا. إذن بعد ما شاهدنا هذا الفاصل الجميل من مناطقنا الحبيبة، عندنا اليوم ترند مهم جدا. هذا الترند يختص بالأمور الحياتية، وكثير من الترندات موجودة بالسوشيال ميديا، لكن اليوم اختص هذا الموضوع بوجود خلينا نقول بداية عام دراسي. وكل بداية عام دراسي احنا نعاني من موضوعة الكتب والقرطاسية والدفاتر، لكن أهم أزمة وأهم خلينا نقول شيء المفروض أنه هو كامل متكامل للأطفال، يجي بداية السنة الدراسية يقعد على رحلة، هذا ما موجود. 90 طالب، أنت توقع اليوم تخلي 90 طالب داخل غرفة بلية كراسي، 90 طالب بالناصرية قاعدين داخل صف ما يتحمل فقط 20 طالب، وماكو رحلات. تعالوا يا خلينا نشوف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن حالة الطلاب داخل هالمدرسة. السيد مدير الأمن والسيد مدير قسم تربية الناصرية، أرجو الالتفات والنظر إلى حال ووضع مدرسة الشهيد قاسم الفريدي. أولا رحلات ماكو، والطريق تعبان إلى أبعد الحدود. هسا الطريق غضينا النظر عنه، بس خطية هاي الأطفال، يعني تصور صف أول ابتدائي هاي 90 طالب بكابينة تتحمل 20 طالب بس، ورحلات ماكو، وقاعدين خطية يشوفهم على التراب. يعني إلى متى هذا الوضع المزري؟ ما حد ملتفت لحال هاي المدرسة. الأطفال جدا خطية، جدا جدا جدا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذا الفيديو. أسوأ استقبال للعام الدراسي الجديد قد يكون هذا. إلى متى تبقى هذه المشاكل؟ ويحتاج حلول وبنى تحتية حتى نقدر أن نتخلص مثل هذه المشاكل المؤلمة حقيقة اللي نشاهدها على كل أطفالنا. يجوز المتابع شي يقول إحنا دائما نحكي ودائما نعلق ودائما ننشر هاي الصور، كل سنة هي هاي موجودة من سيء إلى أسوأ، لكن نقول إلى متى؟ هذا الجيل يحتاج إلى عناية. أنت اليوم شلون تريد تخرج طلاب؟ انت شلون تقدر تخلي ابنك اليوم داخل مدرسة تتحمل او داخل قاعة دراسية تتحمل 20 طالب وبها 90 طالب وما عندهم رحلات؟ اكو كثير من عدل الأسوأ اللي كان يوم امس ايضا من ضمن الترندات، انه مدرسة اغلقت ابوابها بسبب عدم وجود كادر
التدريسي. أبرز التعليقات بخصوص هذا الموضوع، هدى كرخي تقول هذا حال طلاب العراق في بغداد، أيضا أكو مدارس تعاني من زخم في عدد الطلاب، وفي كل صف أكثر من 70 طالب بالمرحلة المتوسطة والإعدادية. يعني أنت تصور مرحلة متوسطة إعدادية 70 طالب داخل الصف، شي يصير يعني؟ هي بس البوخة والروائح اللي تكون داخل الصف. هذه بمناسبة هذا ترى واقع حال موجود داخل أغلب مدارسنا العراقية، اللي يقول ما موجود لا والله روح زور المدارس وروح شوفها. أما التعليق الثاني بخصوص الموضوع الترند هذا اليوم، ياسين طه يقول والله عيب، 2023 مقبلين إن شاء الله ما ظلنا شيء، هيك حالنا حتى دول الفقيرة صارت المقدمة إلا إحنا، التعليم من سيء إلى أسوأ، المفروض أول خطوة لبناء البلد تبدي من التعليم. بالفعل هذا الموضوع كانت الإمارات تتمنى تكون تدريسها وتعليمها مثل بغداد، لكن من الممكن أنه نكون رأي أو بأنه يكون فعل ننطيك كحل، أنه كثير عندنا من البنايات هي الآن خالية، وهي غير متواجد فيها الآن وخالية، ممكن نستثمرها بأن وجود طلاب البناية تأيدين ممكن بهذا الرأي. عندنا كثير أكيد. بنايات أنه مهجورة، ليش ما نستخدمها كمدارس؟ الحياة الموجودة لحد الآن دقت فيها شمس. الموضوع الأسوأ، إحنا اليوم قد البعض من عندهم يهاجر الى البلدان الاوروبيه من باب انه الاجواء هناك زينه ومريحه واكو حقوق للانسان وغيرها من الامور اللي هم يدعون بها، لكن من تجي باساس هذا الموضوع تلقى ماكو هذا الشيء. مو فقط هذا الموضوع، حتى قبل ايام كانت هناك مظاهرات ايضا في فرنسا بموضوع الوقود وغيرها، وشفت تعامل الشرطه ويا المتظاهرين بكل قسوه. من يدعي انه هو يطالب بحقوق الانسان عليه ان يطبقه داخل بلده. اليوم بالسويد امراه عراقيه يدخلون عليها مجموعه من الشرطه المجتمعيه، بس ما اعرف شنو السبب بالموضوع او بالتحديد، لكن موضوع انه انت اليوم تيجي تاخذ طفل من حضن امه، لا والله هاي ما تيجي عندنا بالعراق وتقوم لها القائمه، لكن بالسويد لا حول ولا قوه. تعالوا يا خلينا نتابع هذا الموضوع بشكل يعني تفصيله اكثر، ومن بعد اكيد نقرا ابرز التعليقات اللي وردت بخصوص هذا الترند. مشاهد مؤلمة كلش، يعني ما اتوقع انه احنا يعني مجرد انه انت تشوفه يقشعر بدنك. احنا خليناكم تشوفون الفيديو للنهاية. انا يعني بالنسبة لي من اشوف هذا الفيديو
بالفيسبوك يعني شاهدنا كيف نحيب الأم، وبالتالي أي إنسان أو أي جهة يتصور أنه يقدر يراعي الطفل والابن غير الأم والأب، من المستحيل يقدم الرعاية الكاملة للطفل غير الأب والأم. لكن هي دعوة أنه ذكرتي نقطة مهمة أنه يتكلمون بحقوق الإنسان وغيرها، هم يعرفون أساسيات حقوق الإنسان. بالتالي إحنا اليوم أكو كثير من التعليقات السلبية اللي وردت أنه ليش رحتي أنت بالذات أو أنت اللي بالذات اللي تتكتمين هذا التعليق، أنه ليش رحتي يوم من الأيام كنت تتمنين تطلعين برا تقولين على الأقل أعيش الحرية والاستقرار هناك. لكن الواضح والموجود على أرض الواقع أنه ماكو شيء اسمه حرية، لا حرية تعبير، ولا أكو شيء اسمه إنسانية، ولا أكو شيء اسمه حقوق الإنسان، لأن ماكو قانون دولي أو قانون إسلامي أو أي قانون بكل الديانات يسمح لأي جهة كانت، حتى وإن كانت هذه الجهة لرعاية الطفولة، أنه تسحب الطفل بهالهيئة هذه وبهالتصرف وبهالشكل هذا من حضن أمه، مرفوض رفض تام. بالمناسبة ترى هذا الفيديو قبلها بأيام تم الاتصال اتوقع بدولة رئيس الوزراء السابق السيد الكاظمي، وذكروا انه لابد ان يكون لك تدخل حكومي من قبل حكومة العراق الى الجهة السويدية. بالتالي بالمناسبة ترى مو اول حالة تصير لعائلة عراقية، كثيرة من الحالات البعض منهم يقول وصل الى 10 حالات تم سحب الاطفال من حضنهم. ابرز التعليقات اللي وردت بخصوص هذا الموضوع، خالد جابر يقول يحجون بالانسانيه وبحقوق الانسان، لكن باي حق ياخذون طفل من امه بهالطريقه؟ بعدين باي بيئه راح يتربى وشلون راح يربوه؟ هذا هو السؤال. وبالتالي هو ليش اخذوه؟ شنو الاساس؟ شنو العله بالموضوع؟ زهراء مهدي تقول يعني طالعه باوروبا وعبالكم معامله الطفل مثل بالعراق، اكيد ضاربه ابنها لو معنفته حتى اخذوه منها بهالطريقه. بالمناسبه انا قبل ما اقرا التعليق، لان انا ذكرت انه شاهدته هذا التعليق السلبي، انا ذكرت اللي كتب للتعليق يوم من الايام كان بيود انه هو يسافر برا ويشوف الحريه، بالتالي لكن آمنة من الحرية زائفة. أكو شخص من الممكن ما يعرف القوانين الخارج، فبالتالي لما يروح ينصدم بالواقع. كثير ناس راحوا إلى الخارج لكن بعدها أنه صاروا ما يعرفون وانصدموا بالواقع. لكن إحنا نتمنى أنه كل العراقيين يعيشون حياة سعيدة أكيد، سواء بالداخل أو الخارج إن شاء الله أكيد. وهي رسالة إلى كل العالم. وبالتالي كثير من الحالات أنه شاهدناها يتعرض الطفل إلى ضياع من خلال هذه الحالات، فبالتالي أي رعاية يقدموا له وأي أخلاقيات أي مبادئ يتربى عليها، يتربى تربية شارع مثل ما يسمونها، أو خلينا نقول إنه أكفى تربية أو في الجهة يريدوها أو في استخدامات أخرى يريدون يستخدموها. والكثير من الأمور أزيدك من الشعر بيت، كثير من عندهم اليوم من يتكلمون حتى بس شوية يصير أزمة معينة يقول لك أوه خلنا أسافر أروح وأترك العراق. ترى مثل العراق مستحيل تلقى، مستحيل. حتى لو تروح لأي بلد عربي مستحيل تلقى مثل العراق ومثل أهل العراق. آمنة رحنا لدول كثيرة ورحنا مثلا سفريات، والله يعني توصل إلى 10 أيام فقط خارج العراق أنه نشتاق إلى بلدنا، نرجع إلى الأرض مالتنا، لأنه الأخلاقيات والمبادئ والقيم اللي تربينا عليها. رغم أكو مساوئ بالعراق، لكن رغم هذه المساوئ هي أحلى من الخارج بكل تأكيد. أكيد من تموت هناك ما حد يسمي عليك، أنا على الأقل موجودين أحبابك يزورون. شفاء علي. مو عليك والله، طول العمر إن شاء الله، بس هذه بصورة عامة دائما يقولوها، هناك اللي يموت ما حد يسمي عليه. لا صحيح. يلا شنو عندنا علاوي؟ مهرجان الرسالة يقيم ندوة شعرية، بالتالي مهم جدا هذه الندوات تكون. نشاهد هذه الندوة وهذا المهرجان ونرجع بعد. منتدى الرسالة الحمد لله والشكر أشعل شمعته الثالثة ان شاء الله، وان شاء الله الاماس القادمه ان شاء الله احسن وافضل. منتدى الرساله شهد به البعيد والقريب لما قدم من منجز ابداع وطاقات جديده ودماء جديده للشعر الشعبي وشعراء شباب، وهذا ديدنه وهذا اللي قدمناه احنا، وهذا مشروع منتدى الرساله هو لنخرج دماء جديده للشعر الشعبي، وان شاء الله مستمرين بالعطاء والابداع. والله هو
كل خطوة نحو الأمام هي تقدم، كيف ما كانت وشلون ما كانت ومنين ما كانت. فالرسالة تقدم هو أكثر من خطوة، عمل على الطاقات الشابة وعمل على الطاقات الخالدة والرواد. خطوات القادمة من منتدى الرسالة إن شاء الله إقامة الأماسي دعم الشباب، هناك أكو طاقات شبابية تكتب بوعي وتكتب بإحساس وجاي يصدر مادة جيدة، فهذا هدف المنتدى الأساسي إنه تصدير الجمال لجمهور الشعر الشعبي إن شاء الله. منتدى الرسالة مثل ما قال جاك بروكسون، قال إن عملية التواصل مع الآخر تتحقق عن طريق 5 أشياء، من ضمن هذه الأشياء هي الرسالة، فأنا أقرن هذه الرسالة بمنتدى الرسالة باعتبار أن الرسالة هي مادة تستطيع أن تنقل إلى الآخر ما هو معرفي وما هو علمي وما هو أكاديمي. فمنتدى الرسالة بدأ أكاديميا علميا معرفيا، يحتضن طاقات شبابية لا يمكن أن تجد لها هنالك قرين في المنتديات الأخرى. فمنتدى الرسالة أفتخر أن منتدى الرسالة من حي الزهراء وأنا من حي الزهراء، فشكرا لمنتدى الرسالة الذي دائما يحاول أن يصل برسالته إلى الآخر. إذن بعد ما شاهدنا هذا المنتدى أو المشاركات الشعرية المهمة جدا من نشاطات شبابنا، الموضوع المهم اليوم عندنا عليه بموضوع النوم ومشاكل النوم والهرمون الأساسي. السؤال عامة، أنت عندك مشاكل بالنوم ولا؟ صار لي 4 أيام نايمة وجه الموضوع اليوم. طبعا أكو مشكلة كل إحنا نعاني من يمها، لما تريد تنام تخلي راسك على المخدة، الأفكار تجيك كالسيل تتكدس. شلون ممكن نتخلص من هذه كلها؟ راح نتعرف عليها من خلال حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد أنه مهم جدا أنه نتعرف كيف أنه ندير حياتنا بشكل صحيح، وإن شاء الله آمنة أنه تنام بعد 4 أيام اللي صارت. أكيد. إذا نرحب بالأستاذ محمد الطريحي، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. ست آمنة، أستاذ علي، حياتي. أنا سعيد جدا بالعودة باللقاء بكم. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا، الله يحفظكم. الله يسلمك أستاذ محمد. يعني بداية، هنالك أسباب يعني عديدة لموضوع الأرق أو عدم النوم، شنو هي الأسباب؟ طبعا بالبداية هرمون النوم، هرمون الميلاتونين، تعريف بسيط الهرمون الميلاتونين، هرمون الميلاتونين يفرز من الدماغ خصيصا تحديدا من الغدة الصنوبرية التي لا يتجاوز حجمها 7 ملم، مسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية بالجسم المسؤولة عن تنظيم النوم واليقظة. طبعا له دور رئيسي هرمون النوم الميلاتونين بالقلة النوم والأرق، كذلك بزيادة ونقصان الوزن، كذلك يعتبر أنتي أوكسيدنت، مضاد أكسدة كلش قوي، وأخيرا اندرج بالبروتوكولات العالمية لرفع المناعة والوقاية من فيروس كورونا. هذا هرمون الميلاتونين، هرمون نعم جدا مهم بالجسم. نعم. كيف ممكن التعامل مع أسباب الأرق وكيف ممكن توجيهها بشكل صحيح؟ ما هي أهم الخطوات؟ طبعا أهم الخطوات اللي الضرورية للتخلص من الأرق وزيادة هرمون النمو، هرمون النوم الميلاتونين، هو التنشيط الأمينو أسيد المسؤول على زيادة الميلاتونين، وهو تريبتوفان. تريبتوفان موجود في اللحوم، هو أمينو أسيد ضروري لتصنيع الميلاتونين وتصنيع السيروتونين بالغدة الصنوبرية الموجودة بالدماغ. فهذا الهرمون الميلاتونين المهم جدا عندنا، سنعرف فوائده قد مهمه ونعرف خصائصه ونعرف شلون نسيطر عليه وش وقت يقل. بس اهم نقطه لتحفيزه بشكل طبيعي لهرمون الميلاتونين هو اخذ تناول الاكل طبيعيا اللي يحتوي على تريبتوفان. التريبتوفان موجود في اللحوم الحمراء وموجود كذلك في المكسرات وموجود كذلك في البقوليات، أمينو أسيد جدا مهم مسؤول عن تصنيع الميلاتونين والسيروتونين. جيد أستاذ محمد، يعني ذكرت أنت موضوع جدا مهم في موضوع يعني تناول اللحوم أو
المكسرات او البقوليات. يعني انا البارحه جوز خلصت نص كيلو مكسرات وما قدرت انام. يعني اكو بيهم يعاني من مرض النقرس اللي هو ما يقدر انه يتناول اللحم. اكو امور ثانويه قد تؤدي الى يعني الارق، قله النوم، السهر. يعني شو اكو اسباب اخرى غير هذه الاسباب اللي ممكن انه زياده هذا الهرمون المهم داخل الجسم؟ طبعا يوجد. نعم. طبعا يوجد اسباب اخرى كلش مهمه، اللي هو طبعا اللايف ستايل مالتنا. احنا شنو اللي يخلى عندنا هرمون؟ طبعا هو هرمون الميلاتونين يقل تدريجيا بالتقدم بالعمر. يعني بعمر الستين سنه طبعا يبدي يقل جدا، يعني مو تقدم بالعمر عمر الاربعين ولا عمر الخمسين، هاي بالنورمال كيس يعني بالحالات الاعتياديه. اما في حاله شباب اللي يصير عندنا هذا اللايف ستايل مالته غلط. اهم ثلاث شغلات اللي تاثر على هرمون النوم الميلاتونين، على افراز الغده الصنوبريه، هو اكل المتاخر في الليل وزياده السكريات، تناول السكريات، زياده السكر في الدم، والتعرض للضوء. يعني انا افراز الميلاتونين الحساس اللي يخلي الميلاتونين الغده الصنوبريه تعمل هو العتمه. العتمه وقله الضوء. من يصير المغرب، من يصير عندنا يبدا الظلام يحل علينا، يبدا هاي افراز الغده الصنوبريه تدريجيا يبدا بالميلاتونين لحد ما يوصل تقريبا منتصف الليل. هاي قمه افرازها. هاي احنا قمه افرازها كون نتمتع بنوم عميق، يعني ديب سليبنج. هاي احنا حاليا اللايف ستايل اللي عندهم هاي المشكله، اللايف ستايل هو يبقى بالوحده بالليل، هو تحت اما ساهر والاضويه مفتوحه، او مثلا بمكان عام ويا اصدقائه او مجتمعين العائله، لا موجود الهدوء ولا موجود العتمه، وهو هذا هرمون النوم اصلا منفرز عنده من المغرب، فراح يتاثر به. هو يوصل منتصف الليل هو الهرمون اصلا شبه راح يتلاشى عنده، وهو ما نايم بعده، فاكيد راح يصير عنده الارق ويصير عنده قله النوم، واصلا ما يجي هاي حاله الاسترخاء وحاله النعاس اللي تجي للشخص بفعل اكتف مال الهرمون الميلاتونين. نعم استاذ محمد، ذكرت نقطه مهمه وهي تواجه مشاكل العالم اجمع وهي السهر. بالتالي ما مدى خطوره السهر على الانسان، وشنو يؤدي السهر بالتالي باتعاب الجسم؟ طبعا احنا عندنا بالجسم فتشي كلش مهم. عندنا تنظيم الغدد والهرمونات، يعني مو فقط احنا بالاكل الصحي والرياضه ننظم جسم صحي. اكو فد اوقات للنوم واكو اوقات لليقظه. اوقات النوم اذا تبدلت بمكان اوقات اليقظه، اكو غدد راح عندنا تقل افرازها، راح يصير عندنا ضمور ببعض الهرمونات. يعني عندنا هرمون مثلا على سبيل المثال هرمون الكورتيزول، هرمون الكورتيزول صباحا يفرز، انا اذا نايم الصبح ايش وقت يفرز؟ هرمون الميلاتونين وبعض الهرمونات تفرز ليلا، انا اذا قاعد بالليل هاي ايش وقت تفرز؟ راح يصير عندنا خربطه، راح يصير عندنا خربطه بالساعه البيولوجيه مال الجسم. لذلك اكو ناس شباب وتعاني من قله افراز الغده الصنوبريه، والاطباء ينصحوهم باخذ الميلاتونين على شكل حب كورسي كتبه الطبيب، صح جرع يعني اتوقع 10 ملغرام او 20 ملغرام حسب الوزن والعمر الدكتور يحدده. بس هذا الشيء اللي جاي نلاحظه، المشكله العالميه هو خطا باللايف ستايل مالتنا، خطا بالتدابير اللي جاي نسويها والحياه الغير صحيه اللي جاي نتبعها. جيد استاذ محمد، يعني اركز على نقطه جدا مهمه. احنا بدايه عام دراسي ويحتاج الطفل الى فترات ما تقل يعني ما تقل عن 8 إلى 7 ساعات لابد انه هو ياخذ قسط كامل من الراحه والنوم. انا اليوم كيف اعود طفلي انه ينام خلينا نقول بشكل سلس وبوقت مبكر؟ تعرف انت كثير من الاطفال خاصه بموضوع السنه الدراسيه اللي سبقت واللي قبلها، موضوع كورونا صارت دراسه الالكترونيه واخذ الطفل مساحه بالبيت، شو وقت ما يريد يقعد، شو وقت ما يريد ينام، بعد براحته، لكن اليوم كيف اسيطر عليه؟ طبعا السيطرة على هيك حالة طبعا كلش سهلة. أولا أغير نظام البيت مالتنا من كبار إلى صغار، خص الأطفال أنا أخلي نظام وجبة العشاء كلش إيرلي، يعني تقريبا بالسبعة بثمانية. أنا إذا سويت وجبة العشاء بالسبعة بثمانية راح تسيطر على الموضوع، راح شوية شوية أنهي أعمال البيت شوية شوية، حتى التلفزيون أطفي الأضوية والتلفزيون، راح
الساعة تقريبا 10 ونص صاح الطفل وحده يشعر بالنعاس. اولا العتمة موجودة، ثانيا هو ما مو استوى ماكل، لان هو قلنا الاكل المتاخر يقلل من افراز الغدة الصنوبرية. بالاضافة الى انه الطفل شفته عنده خربطة بهذا الهرمون، ممكن اراجع اي طبيب اطفال. هو سعادة جاي يعطى بكل العالم بدون وصفة طبية، بس احنا نقول للافضل راجع طبيب اطفال. اكو حتى على شكل مسقول هيك، اكو شلون الشوكليت، هو الميلاتونين وكلش امن، ويعتبر انتي اوكسيدنت، يعتبر مقوي المناعه، يعتبر حاله حال فيتامين سي. الميلاتونين اعتبره حاله حال فيتامين سي، يعطيه كورس ينظم الساعه البيولوجيه مالته. ممكن الساعه البيولوجيه مالته صار بها خربطه، اذا هو بايام العطله ممكن ينام الساعه بالسبعه الصبح او بالسته الصبح، ويقعد الساعة بالأربعة العصر. طبعا هذا من يبدي موسم الدراسي ما يقدر ينظم وقته، ينام الساعة بالثمانية بالتسعة بالليل أو بالعشرة بالليل أقصاها، ويقعد بالثمانية الصبح. وإحنا إذا قعدنا نام اتعشى بالثمانية أكيد راح ينام بالعشرة. هو إذا اتعشى باثناعش بالليل شو وقت ينام؟ يبقى الثلاثة منايم، وراح بالأضافة راح يأثر على استيقاظه صباحا، وإذا استيقظ صباحا يستيقظ غير نشط وغير كفو، حتى المعلومات ما يقدر يستقبلها. إذا تسمعني يعني بموضوع ذكر خلينا نقول الأدوية، البعض منهم يقول لك آه بس أسهل الموضوع وأخذ فاليوم أو أي حبوب منومة ممكن يومين ثلاثة وأتعود على الساعة البيولوجية مالتي وأنام. لا، الفاليوم غير منظم للساعة البيولوجية، الفاليوم عمله يختلف. فاليوم ما يصير ينأخذ لأي عمر من الأعمار بغير استشارة طبيب أخصائي، وإلى حالات خاصة مو علاج، هو أصلا مو علاج لقلة النوم والأرق. الفاليوم علاج لحالات أخرى، بس هو يسبب النعاس، السايد افكت مالته يسبب النعاس، ياخذون الناس على مود النعاس، وأصلا قليل من الناس يعني إلا ما انه ما عنده ثقافه طبيه. اما الميلاتونين هو هرمون النوم، هو هرمون النوم، وهو بفوائد جمه. يعني الساده تحبون نذكر فوائد الاخرى، هو مقوي للذاكره ومحسن، مانع تاكسد جدا قوي، مضاد للالتهابات، يعتبر مساعد للمضاد للالتهابات، محارب لامراض السرطان، بعد يعالج حالات الاكتئاب البسيطه. هو الميلاتونين فد هرمون، يعني انا اعتبره اسميه الهرمون العملاق. طيب حقيقه، فهو ما متوجه نعم عليه الضوء بصوره حقيقيه. فانا اذا جسمي العفو استاذ علي، نعم. اذا جسمي اني طبيعيا يفرز هذا الهرمون، ايش قد جسم سليم اني. طيب كل هرمون له مصادر متعدده، من الممكن هرمون تستوستيرون مثلا الرياضه يقول له هي تفرز عندك هذا الهرمون، الهرمون ميلاتونين بكل تاكيد له مصادر طبيعيه، شنو هي اهم المصادر الطبيعيه اللي ممكن نحصل من خلالها على هذا الهرمون؟ من اهم المصادر الطبيعيه اللي يرفضون اخذ الادويه، وهذا الشيء هم كلش صحيح، من اهم المصادر الطبيعيه هو اخذ الامينو اسيد المصنع للميلاتونين والسيروتونين اللي هو تريبتوفان. تريبتوفان امينو اسيد اساسي لا يستطيع الجسم تصنيعه، ولكن يصنع ياخذ عن طريق الغذاء، موجود في اللحوم والمكسرات والسمك. امينو اسيد اسمه التريبتوفان، فهذا عن طريقه. وعن طريق هم كذلك انا ابتعد عن النوم المتاخر، ابتعد عن تناول العشاء المتاخر، وابتعد عن تناول السكريات العاليه في الليل. جيد، ذكرنا كل الاطعمه لكن ما ذكرنا الفواكه اللي هي تعتبر من الاطعمه الصحيه جدا، ويقال يعني حسب انه ما يتم ذكره انه اذا تناولت الموز قبل النوم راح يعطيك فد استرخاء معين وتخليك تنام بسلاسه. معلومة صحيحة ولا غلط؟ طبعا صحيح. الموز يحتوي على البوتاسيوم، نعم. ويحتوي على المغنيسيوم الذي يعمل على اسيد بيس بالانس في الجسم وفي الدم، يعمل على استرخاء العضلات، ويحتوي على انزيم يساعد على افراز هرمون السعاده كذلك. الموز جدا مهم، بس من الغير الصحيح الاطفال ياخذون بكميات كبيره لانه ما يتحملون البوتاسيوم الموجود به. يعني موزه او موزتين باليوم للطفل كلش كافي، لانه اكو ناس هواي يوقعون باخطاء انه الطفل ياكل كيلو موز عادي، عند الفواكه مسموحه بكل شيء، بس الموز فشيء خاص لانه كميه البوتاسيوم مالته عاليه، فكون يحدد بالنسبه للعمار اللي تحت 10 سنوات موزه موزتين باليوم.
طيب أستاذ محمد، لو من الممكن أنه تكون نهج على هذا الموضوع، ما هو أفضل وقت للنوم من الممكن للناس اللي تسمعنا، أو كم ساعة باليوم أنه الإنسان حتى يكون جسمه مرتاح؟ طبعا جميع التقارير العالمية تقول أنه النوم لسبع ساعات كافي، وممكن للأطفال إلى تسع ساعات كافي، لأن الطفل يحتاج وقت نوم أكثر من الكبار. كل ما تقدمنا بالعمر الجسم يحتاج للنوم أقل، فالأطفال من سبعة إلى تسع ساعات، الكبار سبعة إلى ثمانية تقريبا، ووقت النوم المثالي ساعة عشر ليلا إلى تسع ليلا، هذا الوقت النوم المثالي. نعم. على مود نسيطر على إفرازات الغدة. نعم. ونسيطر على إفرازات الجسم بشكل عام. بسؤال أخير على هذا السؤال إجاري من خلف الكواليس أحد المصورين، تحياتي إليه. فعلا ذكرني أكو العلاج الطبيعي اللي ما أعرف اللي يستخدمه، أنه الضغط على جزء معين بالرسخ يخلي الطفل يخلي نقول يسترخي أو يسلم روحه للنوم، يعني أكو هيك شيء، أو حتى بباطن الرجل أيضا كانوا الأطفال يستخدموها. أنا كنت أستخدمها. خلينا نشوف والله. والله حقيقة أنا هاي ما سامع بيها. هذا علاج الطب الصيني أو العلاج الطبيعي؟ نعم. هذا هاي يكون التجربة ستآمنة. أنا بالنسبة لي تجربتها. بالنسبة لي تجربتها يعني. شكرا لك ترى محمد. لا هيك راح تبحث عنها ان شاء الله حلقتنا الجايه عليها. ان شاء الله. الله يحفظكم. معلومات جدا قيمه واجهتها لنا اليوم في برنامج الفرات لكم. شكرا جزيلا. حياك الله. طبعا معلومات مهمة جدا عرفناها، خاصة انه نريد نعرف كم ساعة لازم ننام باليوم، يعني قال سبع ساعات، انا اليوم نايم خمس ساعات، يعني بعد لي اثنين مطلوب مطلوب اليوم قبل ما ان شاء الله ما تخلص البرنامج. هي مشكلة النوم يعني مشكلة عالمية، يعني كل ما انت تريد اليوم توقت نفسك او تبرمج حياتك، الموبايل اخذ كلش يعني وقت من عندنا، تقعد على الموبايل ساعة ساعتين ثلاثة ما تحس على روحك الا وانت النهار بسبب وسائل الإلهاء اللي صارت بالحياة، وأيضا سرعة الحياة. حقيقة الحياة أنا نحسها سريعة، يعني الوقت يعني بعض المرات تطلع مشوار واحد ترجع تشوف الساعة ساعتين تأخر، شو وقت أروح شو وقت أسوي فلان، فهذا الانشغال العقلي. هسه توني بقى أقلب بالموبايل، يا هسه وقت ما تحس أنه ثلاث ساعات راحت على الموبايل. إذن هذا كل ما كان بمحور حلقتنا لهذا اليوم عن النوم وفوائده الجسمانية للصغار وللكبار. علي الغزي حضرنا شيء، قصة جميلة بس انه مختلفة نوعا ما ومفاجئة، احنا نحركها لو انه نروح بنشوف القصة. لا خلينا نروح نشوف علي الغزي شو حضرنا. نرجع بعدها. السلام عليكم. وصلنا الى منطقة بالسيارة تقريبا ثلاث ساعات، اما ذا بالقطار يمكن خمس ساعات. لا شقا وياكم، احنا اليوم الاستورة مالتنا تحديدا بمنطقة الطارمية، يعني جينا للطارمية وتعرفون الازدحامات والطرق والسيطرات اللي موجودة تقريبا ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونصف انه حتى نقدر نوصل لقصتنا. راح تكون قصة حلوة بها شيء من الاثارة، ما راح اسولف بها بعد ما راح ندخل لصاحب القصة وسام اللي راح نتعرف عليه، وراح نسولف وياه ونشوف شنو الموهبة او المهنة اللي يمتهنها وسام، اللي هي يمكن موهبة غريبة، لأن احنا نشوف هواية ناس يربون حيوانات، يربون قطط، يربون يعني هذه الحيوانات الأليفة اللي نشوفها بالبيوت، اللي يربون حمام وطيور، لكن وسام قضيته تختلف. خليكم ويانا بهذا الستوري، راح نشوف وسام شو محضر لنا من مفاجأة. السلام عليكم، شلونك استاذ وسام؟ شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ شنو هاي الكمين؟ شلونك وسام حبيبي؟ اهلا وسهلا. مشرفين بيك جدا. اهلا وسهلا على راسي. طبعا تعرف اليوم الشجرة ما اعرف ايش حمد على قصقص. لا عفوا عفوا كلش طبيعي. شنو يعني انا بديت قصتي قلت هواي اكو ناس وشباب يربون حيوانات. نعم. بس يمكن وسام اختلف. هي الهواية مختلفة بس بالعراق، لأن بأوروبا منتشرة من زمان تربية الزواحف بصورة عامة. يعني زواحف بأنواعها؟ زواحف بأنواعها، أكو سامة خطرة مو أي واحد يربيها، وأكو غير خطرة وغير سامة، ثعابين عاصرة وزواحف يعني غير قاتلة. شلون صارت عندك هاي الفكرة؟
وش وكي وليش؟ من عمري 6 سنين تقريبا او 7 سنين ابوي وانا كنت صغير اخذني بسوق الغزل واشترى لي هيك ثعبان صغير من نوع العاصره يعني. فمن يومها اني شوي صار عندي ولاء بهالموضوع وبديت اربي. حلو. وبديت من عمرك 6 سنوات بديت تجمع يعني بعد الحرب صارت يعني بعد الاحداث مرة ما صار الانترنت وكذا طلعت على هاي الشغلات. بعدين قمت اجيب اشياء مستورده الوان اشكال احجام تختلف افضل من المحلي العراقي. احنا الحكي ما يكفي نريد ندخل ونشوف التفاصيل. يلا يلا تعال خلينا نشوف التفاصيل. سولفني احنا هنا بمكان بي بس ثعابين وبي شغلات غريبه زواحف بصوره عامه بس اغلبها ثعابين. انا شايفها بس بالتلفزيون صراحه. نعم. ومرات اشوف يعني اكو ناس هواة يجيبون هاي الامور. نعم. اذن يكونهن شلون تتعامل وياهن؟ شنو اكلهن؟ تعاملهم معامله القطط اللي تربيهم بالمنزل لان هاي ثعابين عاصره حاله حال يعني مو سامة. لا مو سامة، عندهم اسنان بس ما عندهم انياب وغدة سامة، يعني مو انا شايلهم بالاصل، هم خلقة رب العالمين بهالطريقة. حلو، شنو انواع عندنا؟ شو اسمها؟ عندي الاناكوندات وعندي الشبكيات وعندي البورميز بايثون وعندي بوات وعندي هواية اشكال. صراحة هي هواية بس يعني ومنسة تونس عليها، وبنفس الوقت انا عندي بيج وكذا واثقف الناس عنهم واعلمهم ازيد عنهم. طبعا واسوي تجمعات انا. هاي الاجوانا عندي. الإجوانا نوع من السحالي الشجرية تقريبا، بس الحربايات تكون لاحمة تتغذى على الحشرات بينما هاي تتغذى على الخضار. هذا ما يتغير اللون مالته؟ لا لا ما يتغير لونه، هذا اللون الأخضر بس كلش لطيف. هذا عندي فريقاني. الفريق هم يعني مسؤولين عن كل واحد عنده ثعبان قدامه يشرح للناس عليه، وبنفس الوقت ياخذوهن يصورون اياهن ويتونسون عليهم. بيج كامل انا مسوي للمربين ايضا، يعني انا انصح المربين، عندي الاصدقاء المربين يتعلمون من عنده، ياخذون المعلومات الكافية من عنده عن كل نوع. أصلاً هي قطعة ديكور بالبيت. حلو. لأن لا بها صوت ولا بهم روائح ولا بهم ولا يحتاجون لقاحات ولا يتمرضون ولا يسببون أمراض إذا أنت كنت محافظ عليهم وتغذيهم مرة واحدة باليوم. حلو. وخضار يعني. بالنسبة لجلد الشعر إذا تشوف هسه هذا الجلد الحية تنتزع الثعابين حتى تتخلص من الطفيليات. هاي بالبرية، هنا ما بيهم طفيليات. نعم، بس هو جلد ميت إذا تلاحظه. شنو اللي ممكن يفيد؟ جلد الحية يخلونه ويا زيت الحية اللي هو لحد الآن خداع وكذا. احنا عندنا الهوك. شو اسمها؟ هذا الهوك. هذا الأداة الخاصة اللي أنا أتكلم بها ويا الثعبان. بمعنى إنه أنا جيت مو غذاء فلا تهجمين، إذا كانت نايمة أنا صحيها. لأن تعرفوا ما عندهم جفون تنطبق، فبنفس الوقت أنا بس أصحيهم أو أنطيهم. شوف يعني أنا ما أجيهم من الوجه. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام قصتنا لهذا اليوم. احنا نتحدث عن الافاعي والزواحف كانت العاصره. نعم. العاصره او الشبكيه. ان شاء الله نشوفكم بستوريات اخرى. تقبل تحياتي تحيات ايهاب وشكرا لك وسام. شكرا. اخذها وياي. خذها بالعافيه. شكرا. هسه نرجعها. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد مشاهده القصه. شكرا للزميل علي الغزي، اليوم بدع علي الغزي وخلي الحيه هنا لزم كل انواع الحيوانات. طبعا امنا ما اعرف يعني شلون هاي شنو يعني شلون قدت نفسا خلي الحيه والمعر السحليه ما ادري. علاوي اتوقع قال اردت من عنده فتشي وقعد قال له اخذ عربيد وياك فما يعني بس وين يخلي يعني خفت عليك للعربيد يلتف عليك ونخلص من عندك وتالي منين نجيب علي ثاني للبرنامج. برنامج الفرد داركم لا يخلو من الطاقات الشبابيه والابداعيه. اليوم ويانا يعني الشاعر المبدع محمد، حياك الله.
حياك الله حبيبي استاذ علي، مساء الحب مساء الامل مساء السلام، سرت الجميل الشعب العراقي ستامنا استاذ علي حياكم الله. اهلا وسهلا بك استاذ محمد، حياكم الله. استاذ محمد انت صاحب مشروع لا للسلاح ورئيس ايضا منتدى الخيال الثقافي، ليش بالتحديد هذا الاسم انه لا للسلاح؟ لا للسلاح مشروع للانسان، مشروع لبناء الانسان. جيد. مشروع ثقافي انساني يعمل على بناء انسان خالي من رصاصات الحروب، نبذ العنف والكراهيه. طبعا احنا كمجتمع عراقي ما نرجع كلش بعيد، نرجع يعني من بدايه تاسيس الدوله. احنا بالاربعينات رحنا حرب، رجعنا بالثمانينات حرب، بالسبعينات كذلك حرب حركات الشمال، بالتسعينات حرب، بالتعرف الحواسم الاخيره مال سقوط النظام، النوبه جينا تنظيمات مسلحه. هاي التراكمات سوت ارهاصات فكريه عند الفرد العراقي. تشوف تناقض على المستوى الفكري على المستوى المعيشي. احنا مجتمع اكثر مجتمع يعاني من السلاح واكثر مجتمع يحب السلاح. الطفل اذا يريد لعبه قال لك اريد سلاح. طبعا الطفل ست امنه بالعيد الطفل ما يعيد اذا ما تجيب له سلاح. وهذا البناء هذا بناء. طيب من الممكن انه بسبب التربيه الخاطئه اللي ممكن هي اللي جعلت الطفل هي من يحب هذا الموضوع. سيدي الكريم البناء مؤسساتي. هنا دور التربيه. النوبه يجي احنا ثقافتنا مكتسبه. هسه انت ايش قد اهلك تعبوا عليك ووصلوك المراحل، بس انت اكتسبت ثقافتك من الشارع. صحيح. من الجامعه من الاساتذه. احد المفكرين اليونان يقول الثقافه هو كل شيء تكتسبه خارج الدراسه. صح. فاحنا ثقافتنا مكتسبه. انت هاي الثقافه احنا ثقافتنا لعسكره المجتمع والفن. احنا بالفن راجع الدراما تشوفها مرقط، راجع الانشوده الاغنيه حتى الاغنيه الايقاع الميوزك صخب عرق جوانا. ليش؟ وين الحب؟ وين الرومانسيه؟ احنا يراد لنا عمل كلش كبير. يراد نبني من القاعدة. وزارة التربية عليها دور جدا مهم، وهاي مناشدة أيضا للوزير. سيادة الوزير أبنائنا أمانة بأعناق الوزارة، سووا لهم منهاج كتاب بناء الإنسان مرحلة الابتدائية والمتوسطة، هي شلون يحب الوطن، شنو الانتماء للوطن، نبذ العنف، الطائفية، الحقد، الكراهية، كل هاي الأشياء لازم نشتغل عليها على مود يساعدون العوائل. لان انت تشتغل صح، بس هو انت ايش قد الطفل يروح المدرسه 6 ساعات مو؟ 6 ساعات يرجع انت عنده نوم 6 ساعات، هاي 12 ساعه هو راح يبقى يمك. 12 ساعه عنده قراءه، بعدين وشوف ثقافته الباقي عنده 12 ساعه مكتسبه من المدرسه من الشارع من هاي. فاحنا لازم نشتغل كمؤسسات. مو بس هاي، اقول نقطه جدا مهمه، احنا يجوز مرات نركز عليها ومرات لا نهملها. ان الكلام اللي يقال داخل قاعه الصف مسموع اكثر من اللي خاصه الطلاب. الست قالت، المعلم قال، الاستاذ طبعًا قال، هذا يعني يعتبر شايفه اللي قانون او دستور بالنسبه له. هذا القدوه. بالبدايه هو عنده ام واب متعلق بهم. صحيح. من يظهر للشارع او للمدرسه راح يشوف المعلمه قدوه، من يدخل للتليفون راح يلقى بالميديا كذلك قدوه، واحنا ما شاء الله عندنا القدوه بالميديا. يراد لهم موحدهم برنامج والسولف. اخوان هاي رساله، انت صحيح السولف، صحيح تحكي مشاعرك، بس انت فكرك وناس راح تشاهدك. صح. وانت قدوه بالنسبه لهم. والاطفال بصوره عامه هو يحب حب الاستكشاف عنده. طبعا يحب يستكشف يشوف شنو هذا، شنو ده يقدم من المجتمع، بالتالي ممكن يصير نقطه تاثير له. فبالتالي ممكن احنا ما ننصح فقط انه العائله، ممكن ننصح اصحاب القرار او انه اللي يقدمون الرسائل الى المجتمع. استاذ علي قلت لك سبيل توجيههم هي عباره عن حلقات متواصله، تبدي من الاسره، تبدي للمؤسسات. انت هسه صار اعلامي فتره طويله وعندك خبره بالمجال الاعلامي، انطيني خبر مفرح سمعته بالتلفاز عدا فوز العراق بكاس 2007. انطيني برنامج مهتم بالاطفال، ببناء الطفل حقيقي، بناء طفل حقيقي، مو يطلعوهم ها نضحك وهاي سوينا عيد ميلاد ورحنا. لا، شلون يعلمه فن تشكيلي، شلون يعلمه موسيقى، شلون يعلمه شلون يتحاور، شلون ياكل، شلون يحترم، شلون يعلمه ترى ما يصير هذا السلاح، هذا صادر ارواح ناس، انت لا تخليه قدوه، انت خلي القلم مالتك قدوه، انت كذا، انت عندنا شغلات استاذ يعني لازم نشتغل عليها. وهذا عمل مؤسسات. اكيد المؤسسه الثقافيه عليها دور جدا مهم. ايد وحده ما تصفق مثل ما يقولون. احنا هسه ابناء الوسط الثقافي، انا على مستوى المسرح والتشكيل والادب
باستثناء منتدى الخيال سوى مهرجان التعايش السلمي صار 5 سنوات. فسمعت مهرجان للتعايش السلمي؟ سمعت مهرجان للأطفال؟ احنا عندنا المهرجانات مختصة على ملكة جمال، على شعر شعبي، على مسرح، حتى مسرح الشارع. من رجعنا نشتغل ورجعنا مسرح الشارع هم احتضنت احدى المؤسسات وصار شغل. احنا نريد بكل مكان هذه الدورة، هاي الدورات الثقافية تشتغل، هاي الصالونات الثقافية تشتغل. احنا محتاجين نشر الثقافة، هاي القاعدة الجمالية لازم تنتشر. طيب برأيك لماذا هذا التلكؤ مثلا بإقامة هذه المهرجانات؟ شنو السبب اللي يمنع أصحاب القرار أنه يسوون هذه المهرجانات؟ السبب القائمين على المكان ما عندهم خزين فكري ومعرفي. جيد. هو مجرد جاي اجى يعني القدر جاب لهذا المكان. لمنصب معين. طبعا. جيد. اليوم خلينا نتحدث عن شخصك أنت بالذات، كونك شاعر، لأن هسه راح يقولون شنو قدمته شاعر وشنو. اليوم اكو خلينا نقول نموذج معين من خلال الشعر اليوم قدم استاذ محمد رسائل متعدده مستساغه للطفل، مستساغه للكبير، مستساغه للشاب ايضا. كيف قدمتها؟ ستي العزيزه انا اليوم جايب 3 رسائل. جاي. راح نبدا بالرساله الاولى. خلينا نسمع المشاهدين. يلا نسمع. شعر سيد الكريم، باختصار احنا عندنا قيادات مؤمنه بثوره السلاح، ما عندنا قيادات مؤمنة بالثورة الصناعية، فلذلك دائما نشوفنا نطور قابلية مقاتل، ما نطور قابلية فني. ما نزجه بدورات معايشة، ما نزجه بدورات تأهيل، صنعوا لك سلاح بوقت تحتاج، يصنعون ابتسامة بوجه الأطفال، بجيالك يعيش مورد الدود أو ترسانة حربهم زفة أجيال، بزنودك الساتر عاش مستور أو فرعوها الصناعة بكف الهمال، فقر ابنائك ولمن يموتون بوجوه القبور انكتبوا أبطال، صيح وصوتك إحساس العصافير، قل لهم حكاية روحك أقوال، اخذوها البطولة انطون الزلوف، محتاج الولد طز بالبطولة، الرجولة أطفالنا تعيش بمراجيح الحرب ما تصير مقياس الرجولة، الفكر يتطور وعدكم تقاليد وتقاليد البعض جدا خجولة، المرأة بذوقها نقيس الحضارات وعدكم فقط مقياس الفحولة، احترموا الصناعة وناسنا تعيش سعادة بعين نظرات الطفولة، الوطن رايد سلام وجيل يبناه وما يسمع نثايا الصيح يبناه، القلم والعلم للشبان يبناه بمدارس والكتاب سلاح لي، بمدارس والكتاب سلاح لي. أحسنت وصح لسانك، بكل تأكيد رسائل مهمة قدمتها للمجتمع العراقي، والمجتمع العراقي يحتاج مثل هذه الرسائل في سبيل أن يسمو وأن تتطور شيء فشيء، أنه الأخلاق والمبادئ والقيم وترجع كما كانت سابقة، والعراق قادر إن شاء الله. إن شاء الله. لكن اليوم أنت اليوم كشاعر شلون تستلهم الرسائل حتى تقدمها للناس من الواقع، او كيف تتولد الصوره الشعريه عندك؟ استاذ علي حبيبي سؤال جدا مهم. انا ابن المناطق الشعبيه، انا اصعد كيه، اصعد السياره يعني تجري، كل هذه الامور تصير، انا كل الامور يعني امامي، وبالاضافه انه انت عندك خزين فكري معرفي من خلال القراءه. صح. من انت قربك لهموم الناس، انت شاعر تشعر بهموم الاخرين. بما ان تطرقنا لهذا الموضوع، انا عندي رساله جدا مهمه، عندي رسالة الدفاع عن عمال النظافة، رسالة إلى الرئاسات الثلاث، مناشدة إلى السيد رئيس الجمهورية المحترم، وإلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، وإلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم، بتشريع قانون عمال النظافة. قوانين الأرض والسماء وجدت من أجل الإنسان، وعامل النظافة إنسان مليء بالحب والإنسانية، أناشدكم باسم الإنسانية، تشريع قانون عمال النظافة، قانون يكفل لهم الضمان الصحي والاجتماعي، وجعل عامل النظافة موظف درجة أولى. بالختام سرت الجميلة، الشعب العراقي إذا غاب المسؤول يوم، المدير أو الوكيل أو الوزير ما راح تشعر بغيابه، بس إذا غاب عامل النظافة يوم واحد فعلا راح تشعر بغيابه. دورنا بوجهنا إحساس الأيام، ابتجى عيد الوجه منحوت الأقوال، تمثال
السياسي كحل العين وعمال النظافة بدون تمثال. الله نظفنا المدينة قلوبكم وين؟ دزوهن بكفنا احساس وافعال، احنا ابطال بعيون العصافير بنفاس الشوارع كشخة اجيال. مقامات البشر سلم معاشات، اسياد المناصب عندهم احباب، تركوا طيبنا او عاشوا تفاصيل او عزفنا جروحنا وحبينا زرياب، نشزنا بنظرهم نعزف جروح، ما فهموا وضعنا نطيك الاسباب، ما يقرون نوتا نلومهم ليش، ما نعرف نمجد وادم اغراب، زغرنا بمجتمع يهوى السلاطين وكبرنا بعيننا وشفناهم صغار، واحرار المدينة افكارهم غير، حبوا روحنا وشفناهم احرار. المواطنين سرت الجميلة الشعب العراقي، خل نبتسم بوجه عمال النظافة، ما نقدم لهم شيء، نبتسم نساعدهم نجيب له قلاص مي، ما نسمع كلام خادش، بالتالي هذا اذا غاب عن الشارع اسبوع صدقوني راح تاكلنا القمامة. أحسنتم أخواننا بكل تأكيد، وهم نواة المجتمع وبناء هذا المجتمع بكل تأكيد. أستاذ علي، الدول المتقدمة على أمان النظافة يسموهم مهندس نظافة. صحيح، هذه في اليابان. نعم، موظف درجة أولى، موظف يخضع إلى عدة اختبارات وعدة دورات. البلدان اللي تحترم نفسها تبدي تأسس صح. أنت سامع عبارة دائما يقول لك خلينا نحصر السلاح بيد الدولة، سامحها هواي. صح، الدولة عمال النظافة من ضمن أبناء الدولة؟ ياخذوهم من المصدر، الصبح يروحون للمصدر ينقوهم ياه اللي يريد يشتغل على اليومية وياه. الفكرة احنا ما نقول خلينا نحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، بيد الدولة، الدولة مفهوم عام. الدولة لازم ترعى أبنائها، لازم ترعى عمال النظافة، جبناها على التربية. تعرف ماكو رحلات بالمدارس؟ 90 طالب بالناصرية ما عندهم. تعرف حلقتنا لهذا اليوم كذاك بترند شفنا حالات مأساوية حقيقة. اكو صف هنا قريب عندنا بجسر ديالة ب 80 طالب، معاناة جسر لان يعني. باربع صفوف خارج الخدمة، مدرسة تريد توقع، فدم جو الصفوف 80 طالب، رحلات عندهم نقص، بالاضافة انه نقص اللوازم الكتب والقرطاسية وما شابه ذلك. يعني احنا العتبة العلوية بالنجف الاشرف تبرعت بطبع الكتب. صحيح. احنا ببغداد باقي المحافظات منو راح يتبرع؟ هذول ابنائنا، هذول مسؤولية. هذه انت بعدين راح تقول لي خلينا نحارب جريمة ونحارب ارهاب، يا اخي نبنيهم منسى على مود ما نحارب، على مود نقل السجون. اكو مدرسة واكو بها صفين، اكو اصلا مدرسة تم اغلاق ابوابها بوجه الطلاب لان ماكو كادر تدريسي اصلا. زين، المحاضر المحاضرين وين؟ المحاضرين ذول الخريجين عندنا كل سنة وين؟ هذول الابطال المحاضرين يستلم مبلغ زهيد. محاضر مجاني اكو. ومجاني واكو لصوص تستلم 12 و20 مليون. سيدي الكريم، باختصار جدا بسيط، اولا البلدان تبنى بالتربيه. صح. والثقافه والاعلام، احنا المؤسسات بدات تنهار. تربيه سنه قاعد نسولف اكو اكتظاظ بالصفوف، اكو نقص بالرحلات والكتب. على مستوى الثقافي تغييب تجهيل، هم يردون يصدرون ناس ايقوناتهم فارغين من الداخل. على المستوى الاعلامي قاعد نصدر ثقافه البؤس بس، ما نصدر يعني انا مو اقصدكم انتم جنابكم، لا لا لا، احنا نقصد انه المضمون الاعلامي اليوم اذا نشاهده بالسوشيال ميديا هو اصلا ما يمثل للشعب العراقي ولا لتراثه ولا لحضارته ولا اصلا خلينا نقول مقاماتنا احنا. صح. اليوم العراقيين ست العزيزه، عام 1790 العراق يمتلك 228 ماده قانونيه تسمى شريعه حمرابي. قبل 14 قرن نمتلك الرساله السجاديه للحقوق. احنا اليوم احنا اليوم عايشين بغابه. صحيح. تحكم المسدسات بالشارع. اي هذا اللي نحكي عليه، فنحتاج الاصوات اللي مثل حضرتك طبعا محمد وجميع الاصوات. حقيقه يعني ما قدمت اليوم من رسائل مهمه جدا للشعب العراقي ونشكرك عليها، من الوقت داهمنا والكلام وياك جميل بكل تاكيد. شكرا جزيلا. عندنا رساله جدا مهمه اخيره محمد، احنا عندنا دقيقه يعني حقيقه، رساله اطلاقات النار العشوائيه. نعم، رساله جدا مهمه. احتفلتوا وزادن الحسرات، غفت بعيونكم صحرة، ترمون السما اشتردون غثاكم ضوى القمرة، تعبكم سواد الليل وتحبون الف سمرة، ازدواجية بطرحكم ليش لون افكاركم صفرة، الفخاتي
تنفست بارود وشلتوا قصصكم ماي تحاكين الطيور دموع يرجف صوتهن بهداي يمكم صوت رشاشات بارود بسمانه هواي عفتوني وطن خجلان يتجول براس الناي احتفلتوا والرصاص يبوق من بيت طفل غافي الله شيعت امنيات البيت زرعت لاه بشفافي ابنتنكم شايلين سلاح شلت جنازه بجدافي احتفلوا بوريت شكليت عوفوها البنادق عاد خلونا نعيش اخوان يجمعنا حضن بغداد أحسن. شكرا صح لسانك وكل علي احتفلوا بوريت بكل تأكيد هذه الرسالة المهمة اللي يجب نقدمها إلى كل الشعب العراقي ومهم جدا من خلال حلقتنا لهذا اليوم أنه نشدد بأهمية التعليم وانعكاسه على المجتمع العراقي يجب أن تكون هنالك وقفة حقيقية من قبل المعنيين بهذا الأمر حتى نسمو بمجتمع زاهر ويقدم كل الخدمات إلى المجتمع العراقي بالتالي أكيد نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا داخل الأستوديو أستاذ محمد البغدادي شكرا لك وأكيد من نجف الأشرف أستاذ محمد الطريحي شكر الموصول لكل من تابع حلقتنا هذا اليوم ومنتقى إن شاء الله يوم غد في نفس التوقيت. حين صدقكم الله في أمان الله.